اغتيالات تسجل ضد مجهول والقاتل معلوم، لكن لا أحد يجرؤ على المساس به وسط حماية كاملة من حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني التي تريد إحكام قبضتها على العراق وشعبه عبر فرق الموت التي أمعنت في الناس قتلا وتنكيلا. تراجع أمني متواصل منذ أسابيع سجلته عدد من المحافظات العراقية وسط مناشدات بإخراج الميليشيات المسلحة المتنفذة فيها والتي تتورط بعمليات وأنشطة مختلفة، بينها تهريب النفط والمخدرات إلى جانب عمليات تصفية واغتيال. عصابات تقتل نخبا مدنية وعسكرية عراقية على الملأ دون رادع أو حسيب في ظل دولة تحكمها الميليشيات وقضاء مسيس أعمى لا يسعى لكشف الجنات الذين بات يعرفهم القاصي والداني. دكتور، أنت واحد من الناس البارحة تعرضت للتهديد أو أول بارحة؟ تعرضت للتهديد. وين القضاء؟ سووا للهدد. يلا قولي سووا للهدد. لجان تحقيقية بكل خرق أمني دون أي نتائج تذكر، مع وعود تطلقها الحكومة بمحاسبة المقصرين، إلا أن التحقيقات تطوى لتستمر آلة القتل تغذيها الطائفية النتنة. كفاءات هجرت وأخرى تعيش تحت تهديد السلاح المنفلت الذي يتفاخر به زعماء الميليشيات المنضوية تحت ميليشيا الحشد التي يرفض زعماؤها حلها أو دمجها ضمن تشكيلات القوات الحكومية خشية ضياع مصالحها ومصالح إيران في العراق. ميليشيات تتحكم بأجهزة أمنية حساسة في البلاد لتهديد أي صوت عراقي يفضح الفساد بالخطف أو القتل، ما يعني تصفية للناشطين والصحفيين المعارضين للعملية السياسية وسط دعوات لفرض سلطة القانون وإنهاء السلاح المنفلت، لكن دون أي جدوى.